Global Food Regulatory Science Society. JFORCE mission includes knowledge generation and dissemination, underpinning food regulatory decisions, in support of food control systems. Consistent reliance on food regulatory sciences enables robust food control programs. Good morning, good afternoon. ومرحبا بجلسة اليوم على الانترنت بشأن إدارة مخاطر المواد المسببة للحساسية أنا دكتور روبا جاسوس وأنا أعمل حاليا كأحد الخبراء في مجال الغذاء باللجنة جي اف تي اي وأعضاء اللجنة من مجتمع العلوم الخاص بتنظيم الأغذية يتشرف بتنظيم هذه الندوة على الإنترنت بتنظيم من الجي فورس بالشأن وفقا لكل السلسلة من ندوات على الانترنت ولدينا مشاركين من جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي جي فورس وشركاء أهل استراتيجيين قاموا بتنظيم المنتدى الثالث لعلوم تنظيم الغذاء بدبي وفقا لمؤتمرات سلامة الأغذية لدبي اليوم يمكن أن نضع خلاصة هذه المؤتمرات في البداية قبل بدء هذه الندوة So before I introduce our... قبل أن أقدم المتحدث والموضوع لليوم يرجى العلم أن الخدمة للترجمة إلى اللغة العربية متاحة ونحن نطلب منكم طرح كل الأسئلة من خلال خانة الدردشة سوف يكون لنا جلسة خاصة بتناول الأسئلة بعد هذه الجلسة لتناول كل أسئلتكم واستفساراتكم المواد المسببه للحساسيه المواد المسببة للحساسية هي خطر كبير وتعتبر أحد الشواغل الأساسية حول العالم خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين الذين لديهم حساسية من بعض الأغذية في هذه الندوة سوف نتناول كيف يمكن تحسين الاعتماد على الخطوات الاساسيه من اجل اداره مخاطر المواد المسببه للحساسيه ووضع ارشادات وضع العلامات التحذيريه هناك تحديات للصناعه والمستهلكين اليوم سوف ننظر عن كثب عن الارشادات التي وضعت من خلال هذه المبادرات التي تشمل مصنع الاغذيه وكذلك المستهلكين من مرضى الحساسيه وكذلك كل الخبراء هذه الارشادات مخصصه لمساعده العاملين في هذا المجال لوضع علامات تحذيريه وأيضا من خلال التوافق مع التوصيات العالمية الأخيرة إن الغرض الأساسي من ورشة العمل هو توفير فكرة عامة بشأن كيف يمكن خدمة وتوفير المواد الخالية من الحساسية للمستهلكين وكيفية إدارة هذه المخاطر نحن نتطلع إلى نقاش مثمر وبناء من أجل أن يكون هناك فكرة بشأن إدارة مخاطر المواد المسببة للحساسية اليوم لدينا ثلاثة متحدثين سوف يشاركون أهمية بشأن إدارة مخاطر المواد المسببة للحساسية في الأغذية. السيدة بياتريس تخرجت من جامعة تورنتو وحاصلة على بكالوريوس العلوم الغذاء وهي تعمل كمديرة لسلامة وأمن الغذاء في المؤسسة المعنية في كندا. ونح وهي تقود مبادرات سلامة الأغذية بالتعاون مع الحكومة وقطاع الصناعة وعملها يركز بشكل أساسي على تحسين الوصول إلى المعلومات الدقيقة الخاصة بمكونات الغذاء وخدمات الغذاء السيدة بافالو أيضا تنفرد بشكل فعال في المشاركات والمحادثات الدولية في هذا الشأن مع وفد الصحة الكندي في كودكس وهي حاليا يحاول أن تنقل الفترة الثالثة بالإضافة إلى ذلك تعمل مع بعض المنظمات حول العالم من أجل تعزيز معايير سلامة الأغذية السيد البروفيسور سامويل وهو أستاذ في إدارة وتحليل مخاطر المواد المسببة للحساسية في لافال كندا جامعة لافال كندا وكذلك من جامعة العلوم والتكنولوجيا والأغذية ورئيس وسي اللي... أو مجتمع علوم إدارة الأغذية الدكتور سيلفيا دومانجياس هي مهندسة غذائية متخصصة في تقييم مخاطر سلامة الغذاء وإدارة المواد المسببة للحساسية ولديها دكتورة وماجستير في علوم الأغذية من جامعة برودكاسل الأمريكية وتعمل حاليا كأحد الباحثين في مجال الأغذية وتحليل المخاطر وأيضا التي استضافتها معهد الأغذية والأغذية الوظيفية من جامعة لافال في كندا وهي تدير بحوث أكاديمية ومشروعات بالإضافة إلى بناء القدرات والمبادرات المعنية بشأن سلامة الأغذية مع السلطات المعنية على المستوى الوطني مرة أخرى شكرا جزيلا لكم جميعا على الالتحاق بنا في هذه الجلسة من دواعي سعادة أن أدير هذه الجلسة على الإنترنت مع كافة الخبراء الذين يشاركون خبراتهم ومعلوماتهم بشأن الموضوعات ذات الأهمية التي تساعدنا في تفهم أفضل لكل التطورات في مجال إدارة مخاطر المواد المسببة للحساسية وكيفية وضع العلامات التحذيرية الآن أنتقل إلى السيدة بافلو شكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة نحن سعدين أن نعطيكم نظرة عامة بشأن ما هي وجهه النظر من وجهه نظر المستهلكين فيما يتعلق بالمواد المسببه للحساسيه. سوف نتحدث عن هذه الموضوعات، سوف نعطي بعض التحديثات ومنظورات دوليه في هذا الشأن. نعم، هل ترون العرض الان؟ شكرا جزيلا. اعتقد يمكن ان ننتقل الى الشريحه التاليه. هذه أجندة سريعة بشأن ما ذكرته والغرض الأساسي في الشريحة التالية. أود أن أقر أن العمل الذي ننفذه في كندا في هذه المبادرات تم تمويله من حكومة كندا وهناك شراكات مع بعض الجهات الزراعية المعنية. كما ذكرت هنا رؤية ونظرة عامة بشأن الواقع الحالي للمواد المسببة للحساسية فبالتالي الحقيقة الأمر أننا لا يوجد حتى الآن علاج لحساسية الطعام والإدارة الأولية هي تجنب المواد المسببة للحساسية بالإضافة إلى هذا هناك حاجة إلى اليقظة في كافة المواقف الحاجة إلى معرفة ما يوجد في طعامك على وجه التحديد وبالتالي تحدث الحوادث على الرغم من بذل قصارى جهدنا ولكن لابد من ممارسه العنايه الواجبه ولكن لابد ان نعلم تماما ما هي مكونات الغذاء وما هي في كل الخيارات وبالطبع تحدث بعض الحوادث في كثير من الحالات فبالتالي لابد ان نكون مستعدين للتعامل مع الاستجابه كل هذا يعتمد بشكل اساسي على الاداره اليوميه لحساسيه المواد في الاغذيه ولا بد من متابعه كل المعلومات الدقيقه من اجل اختيار افضل المكونات ولحمايه افراد العائله الشريحه التاليه هنا في كندا الاطار التنظيمي السابق في كندا عندما يتعلق بالمواد المسببه للحساسيه المذكوره في قائمه المكونات لابد ان يكون هناك الزام بالاشاره الى كل المكونات المسببه للحساسيه في العلامات التحذيريه بالاضافه الى المكونات المضافه عندنا ومقابل وضع العلامات التحذيرية على المواد المسببة للحساسية لابد أن تكون الأمر وجوبي ولابد من وجود مسببات الحساسية غير مقصودة فإذا كانت تجد توجد هذه المواد لابد أن تذكر ويجب أن تكون العلامات صادقة وواضحة وغير غامضة وغير مربكة بديل للجي ام بي ولا يجوز استخدام ها استخدام العلامة تحوي أنه لا يجوز لا يجوز استخدام هذه العلامات أو المواد إلا بعد تنفيذ كافة التدابير المعقولة لتجنب وجود المواد المسببة للحساسية فبالتالي هناك هدفان الإعداد الجيد فلتقليل المخاطر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الطعام فبالتالي من خلال وضع هذه الإطار التنظيمية أصبح هناك هدف آخر ذلك لتعظيم اختيار الأطعمة الآمنة والتي تحتوي على المواد المغذية المستهدفة من قبل المستهلكين الذين يعانون من حساسية الطعام فبالتالي هذين الهدفين لم يتم الوفاء بهما بالنسبة 100% فبالتالي هناك حاجة إلى ممارسة المزيد من المعايير الشريحة التالية نعطيكم بعض الأمثلة التحديات هنا على سبيل المثال بعض الأمثلة المثال الأول على الجانب الأيسر هذا يعتبر بيان على بطانية أو غطاء بالتالي تعتبر هذه بيانات شاملة في بعض الأحيان مثل البيتزا قد تحتوي نكتب عليها قد تحتوي على البيض. والحليب والأسماك والرخويات أو القشريات والخردل والفول السوداني، السمسم، الكبريتات. فبالتالي بشكل أساسي إذا ما كان هناك شخص يعاني من حساسية من هذه المواد لن يستهلك هذه المواد. ونرى مزيدا من هذه الأمثلة. من وجهه نظر المستهلك هناك حاجه للاشاره الى كل المواد المسببه للحساسيه ولا بد من ممارسه الممارسات والمعايير الصناعيه بالشكل الامثل لكل المواد المسببه للحساسيه هذه البيانات تساعد كثيرا على مستهلك القضيه الاخرى التي تواجه والمشاكل التي تواجه المستهلك هنا في كندا واحد التشريعات الاخرى ان بعض المواد ربما تحو تكون في بعض المناطق غير المخصصه فبالتالي لابد منا ان نشير الى تحذير باحتمال وجود مواد مسببه للحساسيه حيث توجد هذه المواد مختلطه مع مواد اخرى فبالتالي تصبح هناك خيارات طعام اخرى داخل الاقسام داخل المتاجر والاقسام بالجمله هذا يؤدي الى خلط المواد مع بعضها البعض فبالتالي بعض هذه البيئات غير ملائمة ولكن لابد ان نشير الى انه احتمال يوجد مخاطر بسبب الحساسية لسبب احد المكونات التي تختلط ببعض المكونات الاخرى التي كانت في على تلامس مع مادة اخرى فبالتالي هذا الامر في غاية الاهمية وربما يسبب بعض التشوش ولكنه ضروري لذكر في الشريحة التالية هناك كان... بعض المخاوف مخ... فيما يتعلق بمبيعات التجارة الإلكترونية كما تعلمون في الولايات المتحدة هناك أحد التحديات مثل عدم الكشف عن معلومات المكونات المواد المسببة للحساسية على منصات الطلب عبر الإنترنت وكانت هناك تضمن السيناريوهات الشائعة ما يلي لم يتم توفير معلومات المكونات ومعلومات غير متسقه حول المكونات المقدمه عبر الانترنت مقابل تلك الموجوده على العبوه كما هو الحال في بعض المواد مثل السمسم لا توجد معلومات حول بيانات ملصقات المواد المسببه للحساسيه الاحترازيه على سبيل المثال قد تحتوي على بعض هذه المواد كما هو ظاهر في الشريحه فبالتالي هناك نقاش على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية ولكن لم نرى هذا الآن نتائج في كندا ولكن لابد من تحقيق هذه النتائج في نهاية الأمر فبالتالي القضية الأخرى تتعلق بالمبيعات التجارة الإلكترونية والتي ازدادت خاصة في عصر ما بعد جائحة كورونا أصبحت هناك حركة للتجارة الغذائيه بشكل كبير وموسع ان التحدي الاساسي امام المستهلكين ان مع المعلومات ربما لا تكون متاحه بشكل كبير ولا تحوي كل المعلومات الخاصه بالمكونات وفي اغلب الحالات العلامات التحذيريه لا تظهر على الانترنت فبالتالي هذا يضع الكثير من الصعوبات امام المستهلكين لتحديد اختياراتهم أحد الأمثلة الأخرى أيضا وفقا للمعلومات التي توفر على الإنترنت في بعض العلب ربما لا توصف بشكل دقيق على المواقع الإلكترونية وهذا يضع الكثير من التحديات ويضع خيارات أصعب وفي النهاية أود أن ألمس بعض هذه المواد والمنتجات النباتية بناء على طبيعه بعض المواد يعتبر المستهلكون المصابون بحساسيه الحليب واو البيض ان هذه المنتجات امنه. استدعاءات وكاله فحص الاغذيه الكنديه للحليب في 2022 كان هناك 47 استدعاء متعلق باللبن او الحليب و22 في منتجات الشوكولاته الداكنه و 50% لديهم ادعاء نباتي. يمكن تفسير الادعاءات النباتية واستخدامها على أساس كل شركة على حدة فهناك تصبح حاجة إلى مزيد من الوضوح والمعايير لإدارة المواد المسببة للحساسية فبالتالي الأمر مشوش نحن نعلم هذا فبالتالي لابد أن تكون هناك دراية ووعي كبير بشأن المستهلكين من أجل تجنب هذه المواد مرة أخرى لابد ان تكون هناك وضوحا بشان هذه العلامات بشكل اكبر بشان القدر المسببه للحساسيه ونشرها بالشكل الملائم لجميع المستهلكين لتحديد اختياراتهم بدقه. فماذا يعني ذلك كله من وجهه نظر المستهلك؟ فبالتالي لسوء الحظ ما نراه ان المستهلكون يقومون باجراء تقييم المخاطر الخاص بهم لضمان اختيار الغذاء المناسب مع مراعاه تصور خاص لمسببات الحساسيه الموجوده فعليا في المنتج في المنتج وكذلك عدم وجود اي ردود فعل سابقه تجاه منتج ما وكذلك معيار نوع المواد المسببه للحساسيه فبالتالي هذا يؤثر على قرار شراء المزيد من الاطعمه مقارنه بالسابق ويؤدي الى عدم الثقه في الملصق الى تاثيرات على جودة الحياة فبالتالي هنا لابد من تحقيق التوازن بين المخاطر والمنافع ولابد ان يعتني المستهلكون بايجاد الخيارات الملائمة لهم من اجل تجنب هذه المواد فبالتالي يمكن ان نرغب الا نرى مثل هذه السيناريوهات السيئة فبالتالي تأتي السلامة اولا فيما يتعلق بالمفاونات الغذائية في الشريحة التالية نتيجة لكل ذلك عملته مع زميلي في نيبال وفي سرعه الغذاء فوضعنا بعض الارشادات من اجل وضع الطريق قدما وكما هي خارطه الطريق فبالتالي لابد من ضمان تحسين كافه خطط التحكم في المواد المسببه للحساسيه لمصنعي الاغذيه في كندا مع وضع النهج القائم على المخاطر في PAL فبالتالي هذا من شأنها أن يضمن تصنيفات دقيقة يمكن للمستهلكين الوثوق بها الآن ننتقل إلى الدكتور سامويل بشأن المشاورات التي حدثت بين الخبراء بين هيئة الدستور الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المواد المعسفرة للحساسيه شكرا جزيلا صباح الخير لكم جميعا وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للمساهمة في هذه الندوة في حقيقة الأمر هذه الندوة تنظم بشكل عملي في نفس الوقت وبشكل متوازي مع المؤتمر المنعقد في كودكس خلال هذا الأسبوع بشأن وضع العلامات التحذيرية وكما تعلمون إدارة المواد المسببة للحساسية أمرا مهما كانت تهتم به الكودكس على مدار أعوام في الشريحة التالية في حقيقة الأمر هذا ما سأشاركه معكم فيما يتعلق بعمل الكودكس على المواد المسببة للحساسية الغذائية. كانت لجنة الدستور الغذائي رائدة في دعم إدارة المواد المسببة للحساسية الغذائية وكانت توفر قواعد وضع العلامات التجارية بدءاً من تعريف المواد المسببة للحساسية الغذائية ذات الأولوية. فبالتالي المعايير الأساسية والإرشادات الأساسية بشأن مواد الحساسية التي وضعها الكودكس بشأن العلامات التجارية هي المعايير التي تم تبنيها في 1999 بشأن وضع العلامات على المواد المسببة للحساسية في الأغذية. وبالطبع هناك بعض الأحكام الواردة التي تم تطويرها ووضعها من أجل تحديد الشروط الواجبة فيما يتعلق بوضع العلامات التحذيريه الخاصه ببعض المواد ذات الاولويه والمسببه للحساسيه والتي توضع عمدا في مكونات الغذاء في حقيقه الامر هذه المعايير لابد من نشرها عالميا لانها تؤدي الى عددا من التغييرات التنظيميه حول العالم فبالتالي يمكن ان ننظر الى هذه المواد الاجرائيه والتنظيميه وقد لاحظنا ثقل كبير وأهمية كبيرة مجموعة الكودكس كذلك لم تعمل عمل كبير على كودكس حتى وصلنا إلى 2019 عندما كان هناك لجنة معنية بالصحة والمواد المسببة الحساسية من أجل وضع بعض المدونات الخاصة بالتصرفات من أجل تحسين إدارة المواد المسببة للحساسية وكذلك هناك حث للاستمرار في هذا العمل وقد لاحظنا ان هناك اهتمام للنظر الى البيئه المنظمه عالميا وتحديث هذه الارشادات العالميه بشكل بالش... المسببه للحساسيه لتحقيق هذا الامر احتاجت الكودكس بعض المشورات العلميه وقمنا بتحديث هذه المعلومات العلمية وفقا لمنهجية اتخاذ القرارات في الشريحة التالية هذا بشكل أساسي ما حددناه وعرفناه في السنوات الأولى من بدء هذا العمل حوالي 2019-2020 وتم تحديد بعض الأهداف وبعض المسائل التي لابد من الإجابة عليها مثل CCFH وهي اللجنة المعنية بالصحة وبشأن وضع العلامات التي وضعت ثلاثة مسائل أساسية اف أو إي ولجنة الخبراء بشأن إدارة مخاطر المواد المسببة للحساسية، السؤال الأول هو بشأن تحديث قائمة الطعمة والمكونات الواردة من المعيار العام لوضع العلامات على الأطعمة المعبأة بناء على تقييم المخاطر على سبيل المثال المواد المحتوية على البروتين ربما تسبب حساسية وأيضا أحد النقاط الأخرى الهامة في حقيقة الأمر في هذا السؤال طالبنا تحديث المعايير التي تعتمد عليها كل دولة وكذلك يعتمد عليها الكودكس من اجل تحديد المكونات حيث تصبح مواد اولويه مسببه للحساسيه السؤال الثاني يتعلق بالعتبه او حد البدايه تحديد مستويات بدايه المواد المسببه للحساسيه الاولويه في الاطعمه هناك امكانيه لتحديد مستوى من التعرض من البروتين الذي يمكن ان يكون في الاغذيه حيث يناسب مرضى الحساسيه بدون اي تفاعلات وما هي هذه الحدود الأولية لابد من معرفتها من أجل المساهمة في إدارة المخاطر السؤال الثالث بشأن تقييم الأدلة الدعم لوضع العلامات الاحترازية كما ذكرنا هناك نشر بشأن استخدام المواد الوقائية والاحترازية وهناك بيانات وبينما أنها يتم تفعيل هذه الأداة وكانت أداة فاعلة ومنهجية فاعلة لأن تساعد المستهلكين تحديد المواد التي يجب تجنبها بسبب تسببها في الحساسية ولا يجب إضافتها في المكونات كجزء من عملية تصنيع الغذاء ولكن لا يمكن تجنبها على أي حال لأن هذا النشر للاستخدام وكذلك بسبب نقص الإرشادات في هذا الشأن كانت هناك حاجة ماسة لتحديد الأسس التي يعتمد عليها منهجية إدارة المخاطر للكودكس سوف أشارك معكم في الشريحة التالية بعض المخرجات لمشاورة الخبراء أولا فيما يتعلق بتقييم المخاطر في هذه الحالة مجموعة الخبراء وضعوا ثلاثة معايير أساسية بناء على يمكن أن نضع هذه المسببات الحساسية ذات أولوية في البداية هي شيوع م... عندما نظرنا إلى هذه المعايير العالمية بشأن مسببات الحساسية من وجهة نظر الإقليمية ويمكن أن نضع هذا في الحسبان ربما يكون هناك انتشار لبعض المواد المسببة الحساسية المعيار الثاني هو الاحتمالية فبالتالي وبشكل أساسي بعض المواد الصغيرة بكميات صغيرة من المسببات الحساسية ربما تؤدي إلى رد فعل عالي فبالتالي كلما ازدادت المكونات المسببه للحساسيه كلما ازدادت ردود الفعل واصبحت في المواد ذات الاولويه. الثالث المعيار الثالث هو حده رد الفعل. مره اخرى نحن نعلم ان التعرض الى بعض مسببات الحساسيه من قبل بعض المرضى الحساسيه يمكن ان يؤدي الى ردود الفعل، يمكن ان تؤدي الى ردود الفعل حاده او فقدان الحياه. هذه المعايير الثلاثة تم النظر لها ووضع قائمة بالأولويات وتم تبنيها من قبل الكودكس وتم مراجعتها في حقيقة الأمر ما وصلنا له وهذه هي التوصية التي جاءت من هذه المشاورات الغالبية من القائمة قاموا بالتحقق عدد من التغييرات ولم يتم تحديد هذه النشرة العالمية وتم الانتقال إلى المستوى الإقليمي والقائمة الإقليمية من المواد ذات الأولوية من وجهة نظر الانتشار سوف تكون أنسب على المستوى الإقليمي. قمنا بتحديد السمسم كما ذكرته بياتريس كأحد المواد ذات الأولوية من وجهة النظر العالمية وتم توصية بذلك. هناك أيضاً بعض الايضاحات الاخرى بشان الفول السوداني الذي يمكن ان يستحق ان يكون تحديده ذو ماده ذو اولويه وبالتالي لا يمكن استخدام بعض الاسماء الاخرى فبالتالي قمنا بتحديد بعض مسببات الحساسيه الاخرى التي لها دلاله اقليميه مثل اللبن والمستردة وبالتالي بعض المجموعات الاخرى حددت مجموعه من المكونات الاخرى ذات الاهميه التي يجب وضعها في الحسبان ويجب وضعها في قائمه الرقابه والمراقبه والتي تستخدم في عمليات المعالجه مثل بالسس او على سبيل المثال بعض المواد التي تستخدم فيها الحشرات في الشريحه التاليه. بالنسبه للتساؤل الثاني وهذا يتعلق بما إذا كان هناك إمكانية لوضع عتبة أو حد أولي للمواد المسببة للحساسية ذات الأولوية من أجل وضع استراتيجيات إدارة وتقييم المخاطر فبالتالي في هذه المستويات يمكن استخدام هذه الآليات لتحديد ردود فعل المستهلكين وما أوصت به لجنة المشاورات هي مستويات بناء على معلومات سريرية تم جمعها دوليا ومستويات يمكن أن تمكن حمايه 95% من السكان وبشكل اساسي على هذه المستويات التي حددناها وفقا لقائمه الاولويات لدينا هنا 5% او اقل من المستهلكين الذين يستجيبون لهذه المسببات للحساسيه وتم وضعها في قائمه وكذلك تم تحديدها كاحد الجرعات المرجعيه بالمليجرام من اجمالي البروتين في المصادر المسببه للحساسيه ومع وضع هذه الحدود الاوليه مجموعه الخبراء اوصوا ان ننظر الى التطبيقات التحليليه وطريقه التحليل التي متاحه في ايدي مقيمة ومديري المخاطر من اجل القدره على تحديد علامات الحساسيه فبالتالي باستخدام هاتين الاداتين الادوات التحليليه وكذلك المعرفه بردود الفعل تسمح لنا ب تصميم بعض منهجيات واساليب اداره المخاطر المبنيه على البراهين في الشرح الثالثه بشان المساله الثالثه وضع العلامات التحذيريه على المواد المسببه للحساسيه ذات الاولويه ما هي الاسس العلميه التي يمكن استخدامها للارشاد بشان اداره ومنهجيات اداره المخاطر فبالتالي يمكن ان نقيم قيمه العلامات التحذيريه الفكرة الأساسية أن نقول أن هذه العلامات التحذيرية وهذه الممارسة لا يمكن أن تصنع بشكل تقريبي لابد أن تكون مستقام وفقا لتقييم للموقف بالكامل وتقييم الموقف حيث ننظر إلى كافة الممارسات التي تم تطبيقها من وجهة نظر إدارة المخاطر لتجنب ردود فعل الحساسية إذا كان هذه الإمكانية لازالت موجودة فبالتالي يمكن أن ننفذ تقييم للمخاطر بشكل كمي او نوعي ولكن لابد ان نرجع الى الكمي بشكل اساسي سوف يكون المنهج يعتمد على محاوله تحديد التعرض واذا ما حددنا وفقا لتقييم المخاطر فبالتالي مستوى التعرض الغير مقصود لوجود المسببات الحساسيه واذا ما تخطى هذه ال... الجرعات المرجعية التي كتبنا بشأنها التقارير في شكل سابق سوف تكون هذه التبريرات الجيدة لكتابة هذه المعلومات على العلامات التحذيرية فبالتالي وكذلك الأماكن التعرض يختلف من مكان لآخر سواء كنت مثلا على النهر أو اليابسة لأن هناك اختلافات كبيرة في هذا الشأن الشريحة التالية هذه هي الإرشادات التي استخدمت على مدار عشرين عم مدار عامين أو ثلاثة أعوام مضوا وتم وضع في الحسبان الجلسة الأخيرة بشأن صحة الغذاء هذه الإرشادات التي وضعناها في الكودكس سيتي في هذا الصباح سوف نستمر في النقاش بشأن تطبيق هذه الخطوة الاحترازية والإرشادات المخصصة بشأن وضع العلامات التحذيريه واستخدامها وفقا لهذه الارشادات وفي حقيقه الامر كما ناقشنا من جانب بياتريس احد العناصر الاساسيه التي نعلم انها ستحدث انه بمجرد ان يقوم الكودكس او يتم هناك تبني للارشادات الجديده من قبل الكودكس سوف تكون هناك حاجه الى مزيد من الارشادات لجهات التصنيع الغذائيه وأعتقد أن هذه خطوة جيدة وهذا ما حاولنا تنفيذه من خلال المشروع متعدد الأطراف ونشارك معكم الخبرة والتجربة الكندية في هذا الشأن سوف نرى ما هي مخرجات اليوم ومناقشات الغد ومرة أخرى أنا سعيد أن أشارك معكم كل هذه المعلومات وصولا إلى هذه الإرشادات الكندية فيما يتعلق بإدارة مسببات الحساسية الأغذية شكرا جزيلا ننتقل إلى المتحدثة التالي والشرائح التالية دكتور سيلفيا شكرا جزيلا مرحبا بكم جميعا تحياتي لكم شكرا للمقدمة وشكرا لجي فورس للسماح لنا بمشاركة هذه المبادرات على المستوى الدولي عندما أو, أو هناك نظرة عامة بشأن الإرشادات الخاصة بإدارة مسببات الحساسية والتي وضعناها في كندا مع مجلس الشركاء والمساهمين لن يكون ذلك تدريبا على المحتوى ولكن سوف اكون نظره عامه وسوف اضع لكم كل المصادر التي يمكن ان تجدوها في الشريحه التاليه في البدايه قبل ان ننتقل الى التفاصيل اود ان اخبركم كيف وصلنا لتطوير هذه الموارد هذا امر ليس لم نخترعه هنا ولكن لقد خضنا مرحله عمليه طويله وقمنا بالتشاور مع كل المساهمين وقمنا بوضع بيانات جديده وايضا قمنا بالاستشاره مع جهه التصنيع وغيرها من المساهمين وقد كتبنا الكثير من التقارير و كان لدينا لجنه معنية بهذا الشان للمشاركه في كتابه هذه التقارير وهذه المستندات وتم التحقق منها من من خلال بعض الجهات المتعاونه الخارجيه وسوف اعرض النسخه الاولى من هذه الارشادات المتوقع ان يتم تحديثها بكل المعلومات والبيانات الجديده فبالتالي نتمنى ان يكون ذلك متوافقا للغرض المرجو وتحقيقا للهدف الموضوع على المستوى الدولي وخاصه ان يكون هناك منهج لتقييم المخاطر لنلبي كل الاحتياجات الخاصه بمرضى الحساسيه من الاغذيه هذا جدول المحتويات بشان الارشادات وهذه الوثيقه تغطي المقدمه وبالطبع بشان تحديد مخاطر الحساسيه والمتطلبات وكذلك التركيز على إدارة المواد المسببة للحساسية وهذا هو جوهر الوثيقة وتشرح بكل تفصيل كيف يمكن وضع خطة لإدارة مسببات الحساسية كل عنصر في هذه العملية عملية التطوير هذه الخطة تضع يمكن تطبيقها في الموقع هناك خطوات محددة أول أربع خطوات تعتني بوضع الاجراءات الخاصه بالسيطره واداره المخاطر فبالتالي لا يوجد فارق كبير كمفهوم مما تعلمه بالفعل في ما يتعلق بخطط اداره المخاطر الفارق هنا اننا نعرضه بشكل مخصص بشان المسببات الحساسيه وكما ذكرنا من قبل هذا ياتي وفقا للتوصيات من الجهه خبراء الدوليين ومصنعي الاغذيه في كندا لن نقضي وقتا طويلا في هذه العناصر الاولى ولكن كل من هذه الاقسام مشروح تماما في الوثيقه. اود ان اشير ان القسم سي فيما يتعلق باداره المواد المسببه للحساسيه مهم للغايه وهو يتناول المرافق وعمليات التصنيع وغيرها ونقدم بشكل مكثف استراتيجيه وموارد ومصادر التي يمكن ان تطبق على عددا من العمليات وكذلك في جهات التصنيع ويستخدمها المصنعين كاحد الارشادات او يتبنوها في اداره المخاطر الخاصه بهم العنصر الاخير اي وهو تواصل بشان المخاطر وهو القسم الذي يضع بعض الارشادات بشان كيفيه الربط والتواصل بين الجهات المعنيه الشرحة التاليه سوف نستمر بشان التواصل بشان المخاطر هذه نفس العمليه التي راينا فيها شرحة السابقه وقد وضحنا هنا الخطوات بشكل دقيق وكما نعلم جميعا اول خمسه خانات لابد من ايضاح كل المكونات الاساسيه في العلامات التحذيريه وبالتالي لابد من تحديد المخاطر وتحديد وايضا قائمه المكونات بشكل دقيق الخطوه التاليه هي ليست رمزيه ولكن هناك حاجه الى تقييم الاحتياجات هنا نود ان نضع بعض التفاصيل لاننا لابد أن يكون هناك بناء أن على منهجية لتقييم المخاطر ويجب استخدام بال فقط للتواصل بشأن الوجود غير المقصود الذي لا يمكن تجنبه لمسببات الحساسية الموجودة بمستوى يشكل خطرا على المستهلكين الذين يعانون من حساسية الطعام كما ما تحديده من خلال تقييم المخاطر فبالتالي كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نحن نقترح أن يتم ذلك وفقا للتقييم الكمي وسوف نشرح ذلك في الشرائح التالية وأيضا يتبعها منهج يعتمد على الأدلة وكذلك لابد أن يكون هناك منهج شمولي بعد ذلك ننتقل إلى التقييم الكمي حيث تكون هناك الجرعة المرجعية كما شرحنا فبالتالي مزيدا من التفاصيل بشأن التقييم النوعي في الشرح التالية هذا بشكل أساسي يعتبر مراجعة للعملية بأكملها بناء على الدليل الموضوعي على فشل أو نجاح تدابير الرقابة العملية برمتها فبالتالي الكلمة الأساسية هنا هو الأدلة والبراهين والأهداف وهذه إحدى الأمور المتاحة لدى المصنعين أنا على يقين من ذلك يمكن أن يكون هناك عملية تحقق ودراسات وتحديد المعايير والتدريبات وغيرها نحن في حاجة إلى وضع في الحسبان كذلك التقييم الكمي والمنهج الكمي أنا بعض العوامل ربما تكون لها تأثير كبير وقوي ومباشر على حدوث المسببات الحسية غير المتعمدة وهذا الشأن نتعاون فيه من خلال هذا المنهج ويمكن أن نعطي بعض الإجراءات الأقوى أقوى من الإجراءات السابقة نحن على نحن في حاجة لنعلم أن هذا النوع من التقييم يمكن أن يتأثر بخبرات الشخص الذي ينفذه فمن الأفضل أن نضع في الحسبان بعض الفرق المتنوعة في التخصصات لأن يكون له كل شخص عضو خبرة مخصصة في جزء من الإعداد فبالتالي كما ترون هذه العملية في اليمين يمكن أن نفترض أنك قمت بجمع كل الأهداف والأدلة ماذا تفعل بهم؟ يمكن ان تصل الى نتائج نهائيه والقرارات النهائيه بناء على هذه العمليه يمكن ان تجد نفسك في موقف حيث لديك ادله كافيه التي يمكن ان تكون متسقه ومنع المسببات الحسيه غير المقصوده النقيض يمكن ان يكون صحيح ربما يكون لديك اجراءات لا تمنع المسببات الحسيه غير المقصوده فبالتالي البال يصبحون ضروري وسوف تكون هناك مواقف بيني عندما لا تكون لست على يقين اذا ما كانت الادله غير كافيه فبالتالي لا تخبرك على وجه التحديد اذا ما كان هناك مواد ناشطه مسببه للحساسيه غير مقصوده او مقصوده او لا وهنا ننتقل الى التقييم النوعي في الشريحه التاليه هناك مثال للتقييم الكمي هنا سوف نفترض هناك عملية خبز لعمل الكوكيز الكعكات لدينا كعكة هنا الكوكيز A تحتوي على حليب معالق قبل الكوكيز B لا كوكيز B لا يحتوي على حليب هل هناك حاجة إلى تنفيذ بال في الحليب؟ هذا هو السؤال الذي يسأله المصنع يمكن أن نرى هذه الأدلة التي جمعناها نعم هنا فبالتالي كما ذكرت عندما نقوم بعمل التقييم الكمي نجمع كل الأدلة والأهداف ويتم تنظيمها وفقا لكل خطوة تصنيع وما نفعله هنا في كل خطوة يمكن أن تبحث عن معلومات دقيقة هنا الخطوة الأولية يمكن أن نرى ما هي الإجراءات الخاصة بالسيطرة وال وكيف نرى هذه التاثيرات بشكل معتاد لدينا المواد الخام بهذه المستويات والتي ترتبط بشكل تحديد مسببات الحساسيه وعملية الفصل والتخزين وغيرها فبالتالي لدينا هنا ان مسببات الحساسيه هي اللبن وفي حقيقه الامر هي في شكل حليب معالج مجفف ويمكن ان تحدد ان لا يمكن يتم تناول وجود في A إيه في اجراءات التحول ويتم تدريب موظفي التحول بشكل كافي ويتم اجراءه بالتردد المطلوب فبالتالي يتم وضع هذا الامر في وهذه المكونات في علامة التحذيريه لابد من ان نضمن ان كل شيء على ما يرام في هذه الخطوات ولكن لابد من التواصل الجيد من اجل نقل عندما ننظر خاصه الى نقل الحليب من كوكي A الى كوكي B لا, لا نكرر نفس الخطوات فكل هذه الإجراءات أساسية لعملية تقييم المخاطر يمكن أن نضع لها أهمية كبيرة في هذا الشأن في الخطوة التالية بشأن المعدات هذا يرتبط بشكل أساسي بالمعدات التي تسمح بالنظافة الجيدة في هذه الحالة المعدات حديثة ومصمم بشكل جيد فبالتالي التنظيف تم بشكل فعال ولكن مره اخرى في نفس الحاله مع المواد الخام هذا ليس المكان الذي نجد فيه بعض المواد غير المقصوده او المقصوده اقصد فبالتالي ربما تكون هناك بعض المواد غير المقصوده لا يمكن ان نمنع بشكل مباشر التلامس المباشر فيما يتعلق بالانتاج هناك حل بسيط يمكن ان ننفذ عمليات التنظيف باستمرار بمعيار النظافه البصريه واظهرت دراسه التحقق تحليليا ان بروتينات الحليب لا لا يتم اكتشافها في الكوكي بي عند اجراء التنظيف بعد انتاج كوكي اي وفقا لاجراءات التشغيل القياسيه فدراسه التحقق قويه وحديثه ويتم التحقق من عمليه التنظيف وفقا لاجراءات التشغيل القياسيه والتي تستهدف على وجه التحديد اكتشاف الحليب على الاسطح وياتي ذلك بتكرار هذه العمليات هذا الامر مهم من اجل الوصول الى النقطه المستهدفه والتي تؤدي تتسبب فيها التلامس المباشر بين كوكي بي مع كوكي اي ولكن لا يمكن ان نضمن غياب المواد فقط باتباع هذه الخطوات بنسبة 100% لابد أن يكون هناك خطوات إضافية الآن الأمر يتعلق بخطوة التنظيف هنا لدينا برنامج تنظيف لابد أن يتوافق مع كل المعايير الخاصة بالتنظيف نضع هنا المعدات وبالتالي يمكننا أن نرى كل هذه الأمور هناك كذلك دراسات للتحقق وهذا أمر مهم للغاية فبالتالي هذه هي الاجراءات التي تشمل بعض الاختبارات التحليليه لمواد البروتينات التي لم تكن موجوده في الكوكي بي عندما تم تصنيعها بعد الكوكي اي وهذا عمليه تتسم بالسرعه بشكل كبير وهذا امر جيد وبعد ذلك بشكل معتاد نحن نقوم بعمليه التنظيف وفقا للمعايير المتبعة والإجراءات القياسية من أجل أن نكتشف وجود اللبن على الأسطح وبالتالي لابد من التحقق من عملية التنظيف فبالتالي لدينا الآن أدلة دامغة من أجل ضمان عملية التنظيف ولا يوجد أي بقايا موجودة فبالتالي تصبح هناك اختبارات تحليلية التي تعمل على ضمان عدم وجود هذه مسببات الحساسية والآن هنا لدينا دليل كبير أنها وفقا لإجراءات السيطرة يمكن أن نتحقق من غياب هذه المواد فبالتالي يمكن أن نمنع وجود اللبن بهذه الطريقة في كوكي بي بعد الإنتاج من إنتاج كوكي إي الشريحة التالية هذا مثال لتقييم الكمي إذا كان التقييم النوعي غير حاسم فبالتالي في أسوأ السيناريوهات يمكن أن ننفذ التقييم الكمي. هناك أدلة شاملة يمكن أن نصل إلى الأرقام والبيانات الرقمية من أجل المقارنة. من أجل قياس مدى التعرض بسبب الاستهلاك للمواد الغذائية التي تحتوي على تلك المكونات المسببة للحساسية والتي من المتوقع لا تسبب أي ردود فعل قاسية تعتبر هذه العتبة أو الحد الأول كما ذكرها دكتور سامي سوف نستخدم هذه الجرعة المرجعية ونقوم بحساب عملية التعرض لنرى إن كان هناك تخطي لهذه النسب في الأغذية وكذلك نرى ما هي الكميات المسموحة وهل نحتاج إلى إجراء تنفيذ معايير أو لا ممكن أن ننظر هنا إلى مثال لنتفهم أفضل كيفية تنفيذ ذلك في الشريحة التالية هذا مثال مصنع ينتج رقائق البطاطس يستخدمون بعض المكونات مثل مزيج من التوابل وفول الصويا ولديهم مكونات تحوي ربما تحوي الصويا مصنع رقائق البطاطس يرغب يعني ان يعلم ان كان عليه ان ينفذ هذه العمليات الخاصه على المنتج النهائي رقائق البطاطس هم يحاولوا عمل التقييم الكمي وغير اصبح غير حسمي فبالتالي هناك حاجه لعمل التقييم النوعي. فبالتالي ياتي ذلك بناء على الجرعات المرجعيه. نحن نعلم ان هناك متطلبات اجرائيه وتنظيميه كما هو الحال في كندا وكذلك في هولندا فهناك بعض الامثله التي يمكن ان نقول فيها يمكن استخدام هذه الادبيات وهذه النصوص وعلى ويمكن استخدام جرعة 0.5 ملغ من بروتين الصويا وهذا وفقا لما قدرته استراليا وهذا يحمي مرضى الحساسية بنسبة 99% كما نرى EDO5 0.5 ويمكن أن نرى EDO5 10.10 تماما وكذلك الايدو اوف 5 في الجزء الثاني لا يوجد صويا فبالتالي هذه احدى الاجراءات للمقارنه كما رايتم في الشريحه السابقه ما نرغب في فعله في الخطوه التاليه هو حساب مدى التعرض ونحن في حاجه الى رقمين كميه الغذاء ومدى التركيز للمسببات الحساسيه فيما يتعلق بالكميات نحن في حاجه الى معرفه الكميات المعقوله والكميات القصوى التي سيستهلكها شخص في وجبه واحده ليس في يوم او اسبوع ولكن في وجبه واحده ما هي اقصى كميه معقوله لكل شخص هنا في رقائق البطاطس ويستهلك في وجبه واحده انت تستخدم كيس الرقائق في وجبه واحده، وبالتالي المصنع على سبيل المثال في كندا أشاروا في كندا أن لدينا هذا المعدل من الاستهلاك، فبالتالي ولدينا فئات أيضا من هذه ال وكذلك هذا لابد من وضع في الحسبان من وجهة نظر كل المستهلكين وهذا الأمر يتعلق بكميات المكونات الموجودة وخمسين بالمئة من المستهلكين يستهلكون سبعة وعشرين جرام أو أقل وهنا في رقائق البطاطس تشير هذه المعدلات معدلات الاستهلاك حيث يمكن استخدام هذه البيانات من صربيا فبالتالي هذا هو معدل الاستهلاك اليومي ولكننا لا نتوقع استهلاك كل هذه الكميات يوميا فبالتالي هذا هو الحد الأقصى ولا بد أن نكون على دراية بهذا الأمر فبالتالي حجم الاستهلاك 20 ميلي جرام فبالتالي بناء على المعلومات المتوسطة للاستهلاك المعتاد المتوسط لابد من حساب على أساس كيسين من الرقائق فبالتالي هذا في أقصى السيناريوهات بالطبع هذا لا يؤثر على القيم المذكوره اذا ما كان علينا عمل محاكاه لاربعه اكياس من الرقائق لنرى مستوى الخطر ولكن في هذه الحاله سوف نبدا ونستمر بكيسين من الرقائق فقط للايضاح في الشريحه التاليه سوف ننظر الى القيم الاخرى التي نرغب في حساب التعرض في الاغذيه وسوف نفعل ذلك بدون اختبار المنتجات النهائيه ولكن سوف يكون لدينا تقديرات في اسوا الحالات فبالتالي ربما تحتوي رقائق البطاطس على الصويا بسبب وجود خليط التوابل فبالتالي لابد من حساب تركيز المواد المسببه للحساسيه في المنتج النهائي وتركيز بروتين الصويا في خليه التوابل فبالتالي لابد من ان تكون هذه المعلومات مذكوره لاخطار المستهلكين فبالتالي في ما يتعلق ب 100 كيلوغرام من الرقائق يمكن ان نرى ان هناك 12 كيلوغرام من مزيج التوابل لكل وصفه والان نعلم ان هذه العمليه تاتي من الموردين والصويا الذي يستخدم في مزيج التوابل ايضا يدرج في هذه المكونات هذا التواصل الفعال ليس منهجي في بعض الاحيان نرى بعض المواد التي تحتوي على الصويا في بعض الاحيان لا التركيزات تختلف من شحنه الى شحنه فبالتالي الامر غير متسق ربما نجد كميه كبيره او قليلة ولكن هم يخطرون بما اكتشفوه من كمية الصويا حوالي خمسين جزء في المليون فبالتالي يعتبر خمسة ميلي جرام لكل كيلو جرام لدينا هذا لا يمثل المعلومات الفعلية ونحن نقر بذلك ولكن لا يمكن أن نستخدم ذلك بشكل كافي في أسوأ الحالات بالنسبة لتقييم المخاطر سوف نرى كل هذه التوابل التي نتلقاها فبالتالي هذا الملوثات هذا الحد الأقصى من الملوثات 15 بي بي ام النقطة التالية التي أود أن أوضحها أن هذه العمليات علينا أن يكون لدينا حساب للبروتين الصويا حيث تعبر هذه في البروتينات يمكن أن نستخدم هذه العمليات وعوامل التحول من 4.4% 4%, .4 من الصويا من البروتين فبالتالي يمكن الحصول على تلك الكمية من الأدبيات العلمية فبالتالي سوف نحول هذه القيم من خلال ضرب 12 ملغ ب6 وسوف يكون لدينا 6 كيلوغرام من التوابل فبالتالي نحن نعلم كم لدينا من الكميات في المكونات يمكن ان نضيف هذه المكونات ونحن نعلم ان هناك خطوات خبز وعمليات تضاف على هذه الادوات ذلك بسبب الفقدان فبالتالي يمكن ان نعمل بعض الحسابات لتقدير محتوى الصويا في 100 كيلو جرام من هن... 100 كي... 100 دفعه من الرقائق لدينا 12 كيلو جرام من مزيج التوابل إذا لكل وصفة إذا ما احتوت على 12 ملغ من بروتين الصويا في ست وجبات فبالتالي يكون لدينا 72 وهناك 49 94 72 ملغ لكل 94 كيلو جرام وهذا يعطينا 0.77 من ملغ للبروتين الصويا في الشريحة التالية لدينا الرقمين تسمح لنا لحساب جرعات التعرض في استهلاك الغذاء وكذلك سوف يكون لدينا جرعات مرجعيه يمكنك الضغط لعديد من المرات لاظهار نتائج هنا سوف نستخدم 0.5 جرام كجرعه مرجعيه لدينا هذا التركيز من الصويا في الشيبسي 0.77 ملغ لكل كيلو، والحد الأقصى من الاستهلاك سوف يكون كيسين من الرقائق. فبالتالي 0.77 ملغ لكل كيلوغرام من الرقائق 0.56 كيلوغرام سوف يكون هناك 0.4 T3 وهذا هو جرعة التعرض في أسوأ الحالات عندما يستهلك مرضى الحساسية هذه الرقائق حيث أن هذه الكميات أقل فبالتالي جهاز التصنيع تقرر عدم استخدام هذه الحالات نتذكر أيضا فيما يتعلق بعمليات المحاكاة لكميات أكبر سواء ثلاثة أكياس أو أكثر في هذا المثال هذا هو الخلاصة التي انتهينا لها في الشريحة التالية. هذا مثال لبعض التقييمات التي حققناها وليست صعبة لكن نحن نود ان نؤكد ان هذا ما سنفعله في نهاية المطاف في بعض الحالات المعينة. هذا ليس بالضرورة امرا سوف يتم بشكل معتاد لكل شيء. تتطلب ادارة المواد المسببة للحساسية القوية بعض الخطوات مثل الخطوات التالية تحديد مخاطر المواد المسببة للحساسية بما في ذلك المواد المسببة للحساسية غير المقصودة ولابد من أن ننظر إلى إجراءات الرقابة القائمة على المخاطر استنادا إلى أفضل الممارسات المعترف بها فبالتالي الهدف هو إعلان دقيق عن المواد المسببة للحساسية ونحن نناصر استخدام تال الذي يعتمد على تقييم المخاطر سواء الكمي أو النوعي وهذا وفق الاتفاقية مع التوجيه الدولي ولكننا في حاجة إلى برنامج قوي والتفهم الجيد لتدابير التحكم بعد ذلك يمكن ان نقوم بعمل التقييم الاولي الذي يساعدنا في اتخاذ القرارات النهائيه بدون اي عمليات حسابيه معقده بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى التقييم النوعي الثاني حيث نستخدم الجرعة المرجعيه هذه العمليه ذات المعايير نعتقد انها سوف تحقق الهدف المستهدف من قبل المستهلكين والمصنعين الان ندعوكم لزياره الموقع الالكتروني للحصول على كتيب الارشادات كاملا وكل هذه الاجراءات التي وضعناها شكرا لكم شكرا جزيلا لهذه العرض الرائع قبل البدء في جلسه الاسئله والاجوبه هناك كثير من المصادر الواردة التي يمكن الحصول عليها من هذا الرابط يمكنكم تحميلها باللغة الإنجليزية وكل المصادر باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أن هناك بعض الأدوات التقييمية التي يمكن استخدامها وبالتالي يمكن أن ننتقل إلى جلسة الأسئلة سوف نعود إلى روبا كان ذلك معلومات مثمرة للغاية ونحن سعيدين للاستماع لكم وشكرا لكل المتحدثين لليوم وشكرا لكل علمكم وخبراتكم التي شاركتموها معنا وكل ما حققتم شكرا جزيلا لكم جميعا نتمنى أن نفتح الآن المجال لأي أسئلة من المشاركين هل لديكم أسئلة يمكن أن أبدأ هذا بالنسبة للسيدة بفولفو كيف يمكن لمصنعي الحساسية إدارة هذه المخاطر مع الحفاظ على ثقة المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أعتقد كما شرحت سيلفيا كان هناك نظره عامه وتوضح كل شيء بالنسبه للمصنعين لابد ان يروا ويعتنوا بكل ما يصنعون وما يتخذوا من اجراءات واتباع الارشادات وبالنسبه لهذه الشركات الصغيره والمتوسطه الحجم لابد ان تضع اجراءاتها وممارساتها واتباع كل هذه الامور بهذا يمكن ان نقول ان يمكن ان نضمن تنفيذ افضل الممارسات. بالنسبة للمستهلكين من أجل أن يكون هناك ثقة متبادلة في هذا الشأن واتخاذ كل الإجراءات والمعايير وكذلك أن نرى كل هذه المخاطر والشواغل التي ترتبط بالأغذية شكرا جزيلا لدينا سؤال آخر ما هي بعض التحديات الكبرى التي تواجه صناعة الأغذية فيما يتعلق بإرشادات إدارة المسببات الحساسية وكيف يمكن جهة التنظيم أن تدعم جهة التصنيع يمكن أن أجيب على هذا السؤال شكرا جزيلا لطرح هذه النقطة دكتور روبا أخمن أن هناك إرشادات وما تواجهه جهة التصنيع أن يكون لديها الإرشادات الصحيحة دائما من اليسير أن نقول أن علينا أن نتبع منهج يعتمد على الأدلة يمكن أن نضع هذه الممارسات بناء على الأدلة العلمية في هذه الحالة لابد من أن نرى ما هي الحدود الأولية والعتبات المستخدمة وهي تعتمد بشكل أساسي على المعلومات السريرية التي تم طرحها وكل الأدلة التي تم إعلانها على مدار ثلاثة أو أربعة عقود من العمل وكذلك حشد كل الخبرات من جميع انحاء العالم التحدي الاساسي هنا كيف يمكن ان نستفيد من ذلك وترجمته الى ارشادات واضحه ويمكن تنفيذها وفهمها ليس فقط للمنظمات المتعدده الجنسيات ولكن كذلك للمصنعين الصغار الذين يرغبون في تطبيق الممارسات الجيده وهذه محاولات تمت من قبل مساهمين متعددين بشكل يتعلق بكيفيه التطبيق والتنفيذ كما ذكرت بياتريس كيف يمكن الانخراط مع الجهه التصنيع والمجتمع العلمي والمنظمه المعنيه فبالتالي هنا تحت القياده ولكن كذلك المحاوله لنجعل هذه الارشادات يمكن فهمها وان تكون يسيره بشكل في صوره وثيقه متاحه تحتوي على كل المعلومات والامثله الجيده مع وضع بعض الموارد والمصادر في صيغه تدريبات وفيديوهات ليس فقط في شكل معلومات مكتوبه فقط وما اتشكك فيه أنا سوف تكون هناك تبعات وربما نصل الى هذه النقطه المعقده حيث كانت هناك إرشادات وصلنا إلى بعض الإرشادات وأدلة الاستخدام أعتقد أننا في حاجة إلى التوافق الكبير بشأن إدارة وتقييم المخاطر حيث تكون هذه هي الأسس التي تستخدم في اتخاذ القرارات ولا بد من التوافق عليها من جانب معظم مجتمع الكودكس كيف يمكن تطبيق هذه المعايير إذا كنت في جهة التصنيع وهذا بشكل أساسي ما نحتاج إلى التحقيق فيه وهذا ما نتمنى أن نبدأ به فيما يتعلق بوضع هذه الإرشادات وكذلك هذا ما نأمل في تحقيقه بالتعاون مع مساهمين مختلفين دوليا مرة أخرى ممارسات الإنتاج العالمية متنوعة للغاية حول العالم وربما هذا النوع من الإرشادات لابد من ترجمته من أجل أن يكون مخصصا لبعض القطاعات ومستهدفا لبعض القطاعات في الصناعة وهذا ما أتمنى أن نحققه ونحافظ على هذا الزحم مستقبلا شكرا جزيلا لدينا سؤال هنا في خانة الدردشة من السيد محمد ويسأل هل هضم البروتين اللبن يزيد من الحساسيه او لا هذا يعتمد على الكثير من الخبرات وكذلك هذا يرتبط بشكل وثيق بحساسيه الغذاء اعتقد ان هناك متخصصين في هذه المجالات الخاصه بحساسيه البروتين ولكن بشكل عام أنا لست خبيرا في هذا الشأن ولكن يمكن أن أشارك معلوماتي في هذا الشأن وما أعلمه لتحديد البروتين المسبب للحساسية لابد أن يكون البروتين أكثر استقرارا فيما يتعلق بعملية الهضم ولابد أن يكون بشكل معين حيث لا يمكن قطعه بشكل يسير ولهذا في حقيقه الامر يؤدي الى بعض ردود الفعل المناعيه ولكن بشكل عام البروتينات المعروف عنها انها لها اهميه كبيره تبدو انها مستقره مره اخرى لا اعتقد ان كان هناك اي دلالات لبروتين اللبن وان يتداخل مع عمليه الهضم فبالتالي ما رأيناه أن هناك ظروف وحالات مختلفة أخرى بين المستهلكين الذين يتأثرون بتأثيرات المسببات الحسية على سبيل المثال التدريبات وتأثير التدريبات على حساسية الدقيقة هناك رابط كبير وهناك تأثير في هذا الشأن و... التوائم كذلك والاستمرار ربما يكون هذا هو التاثير حاولت ان اجيب من وجهه النظر العامه يمكن ان اضيف امرا اخر انا لست على درايه ايضا بهذا الشان ربما نشير على سبيل المثال المعالجه المسبقه لبعض اللبن وهذه المعالجات المختلفه هناك بعض الدراسات من مسببات الحساسيه بشان معالجه اللبن يمكن ان تخفض من الحساسيه ولكنها لن تزيل الحساس سببات الحساسيه تماما بغض النظر عن العمليات المعالجه المسبقه. شكرا جزيلا لدينا سؤال اخر من احد الحاضرين يسالنا سؤال سريع بشان النقاشات المستمره بشان الارشادات المقترحه بشان استخدام البال والسي سي 48 هناك بعض المناقشات في الماده 4.3 بال شل وشود only تستخدم فقط عند استخدامها عندما يكون هناك وجود لمسببات حساسيه غير مقصوده التي يمكن ان تصل الى بعض المستويات أقل من المستوى المسبب للحساسية كما هو مشار إليه في الجدول 4 3 1 الكلمة فقط يجب أن تظل موجودة هل أطلب أن أسأل في هذا الشأن؟ هذا جزء من النقاش الدائر في CCL بشأن هذه المادة هنا في حقيقة الأمر يمكن أن أوجه الحاضرين بشأن هذه الجلسات وهذه الارشادات نحن نعرض وجهه نظرنا بشأن كيف يمكن ان يكون هذا الموقف في محل نشط وهذا ياتي من وجهه نظر المستهلكين ما نحاول فعله هو وضع العلامة التحذيريه من اجل ان نضمن ان عندما يكون هناك مسبب للحساسيه ويعتبر خطرا على المستهلك فان المعلومات على العلامات التحذيريه تعتبر مهمه للغايه فبالتالي يمكن تجنب هذه المسببات للحساب بالنسبة لنا بشكل أساسي في هذه الحالة حيث تم وضع هذه المواد وهذا المبدأ نحن نرغب في أن يكون هناك بعض الاحكام الخاصه بمسببات الحساسيه وتكون مبنيه على ادله وبراهين فبالتالي يمكن ربط القرارات الصادره والمتخذه بشان تطبيق البال فقط على اجراءات تقييم المخاطر وهذا ما ندعمه لانه يقول بكل وضوح ان هذا القرار لا يجب ان يكون محتمل لابد ان تكون المعلومات مؤكده بعد وضع الحسبان كل الاعتبارات نحن لا ننافس فقط المعايير الكميه ولكن النوعيه وعدد من المعايير الاخرى والاختبارات من اجل الوصول الى تحديد الكميات بشكل دقيق فبالتالي لا يمكن استثناء بعض المواد البسيطه الموجوده فبالتالي هذا هو ما نستهدفه في هذا الشان وما نود ان نضع له اهميه كبيره في هذا البيان ولكن هناك عنصر اخر نشعر انه أن هذا المبدأ يجب تطبيقه وهو التوازي عندما يكون لديك مسبب للحساسية نتيجة لمواد موجودة عن قصد ومواد غير موجودة عن غير قصد لابد أن يكون المبدأ واحد إذا ما كان هناك مسبب للحساسية يجب أن يكون هناك إلزام لوضع علامات تحذيرية وهذا هو العنصر الذي لم نراه في البيان الذي وضع في هذا المادة. ونحن نؤيد أنه ليس فقط أن نربط الالتزامات بشأن تقييم المخاطر، ولكن ألفال لابد أن يطبق بالإضافة إلى هذا الأمر. وأنا كذلك أن أرغب في أن نضيف هذا عند تنفيذ عمليات تقييم المخاطر، وعندما تكون هناك تحديد والتعريف بشأن هذه المواد المحتملة التي يمكن أن تكون موجودة، فبالتالي. لابد ان تكون هناك إلزام على استخدام البال وفي حقيقه الامر الاعتماد على البال لا يجب ان يترك سدى فبالتالي هذا سيؤدي الى مزيد من التوقع للمستهلكين هو اكثر توقعا لجهه التصنيع وكذلك حمايه المستهلكين سؤال اخر من احد المشاركين الجرعة المرجعية لابد ان تكون مبنية على إيدو اي دي او 1 أو اي دي 5. زملائي ايضا للتدخل اي دي 1 واي دي 5 وهذه المستويات كما ذكرناها مرتبطة بقرارات وارشادات مجموعة الخبراء. وتم وضعها بناء على الادلة. التي تم إعلانها عالميا إن المجموعة تقترح إيدو 5 مع تفاهم أن إيدو 5 سوف يؤدي إلى حماية مثالية ل 95% من السكان حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم لا يمكن حمايتهم الخمسة 5% ليس بالضرورة أنهم غير محميين ولكن من المقدر أن بناء على الأدلة الموجودة حتى وإذا كان هناك رد فعل لهذا المستوى أو أقل فإن رد الفعل لن يكون خطيرا ال... ربما يكون طفيفا عندما تكون هذه المحادثات على المستوى العالمي سوف يكون من الصعب أن نصل إلى شيء ما يرضي الجميع في هذه الحالة بعينها رأينا أتحدث نيابة عن مجتمع العلوم والتكنولوجيا رؤيتنا هي لابد من أن نترك هذا وفقا للأحكام التنظيمية المحلية فبالتالي الكودكس موجودة التي يمكن أن تعطينا المشورة بشأن حماية مستويات الحمايات المعقولة والمقبولة وربما تكون هناك توصيات من قبل كودكس التي توصي بها عالميا ولكن لابد ان تترك وفقا للقرارات والاحكام المحليه فبالتالي يمكننا ان نتفق على المبدا ولكن لابد من التطبيق وهناك عناصر اخرى هذه القائمه من ايدو 5 وايدو 1 هي اضافه كبيرة تساعد المنظمين لاتخاذ القرارات ولكن تحديد أي شيء نستخدمه ربما نستخدم أي منها إيدو 5 وإيدو 1 لسببات حساسية مختلفة ربما يأتي ذلك بناء على الاعتبارات المحلية والمعلومات السريرية المتاحة على المستوى الوطني شكرا جزيلا لدينا الكثير من الأسئلة أيضا لدينا سؤال من دكتور نورا للسيدة بياتريس هل تعتقدين أن شيئا ما مثل الشهادات بشأن تنفيذ إرشادات مسببات الحساسية يمكن أن تزيد من ثقة المستهلكين؟ أعتقد أن تنفيذ الإرشادات والممارسات الموجودة هي الأكثر أهمية التي يمكن استعراضها من جانب المصنعين أعتقد أن هذا سوف يساعد في زيادة ثقة المستهلكين وما سيحدث سوف يكون هناك تساؤلات بشأن الـ العلامات التحذيريه يمكنهم التواصل مع جهه التصنيع للمزيد من الاستفسارات فبالتالي يمكن بناء ثقه اكبر فبالتالي ربما يتساءلون بشان كيفيه تجنب الملوثات وما هي الممارسات التي يجب اتباعها يمكن الاستفسار مباشره مع جهه التصنيع يمكن الاجابه على كل هذه التساؤلات كذلك وهذا يؤدي الى زياده ثقه المستهلك مع جهه التصنيع بالتالي يضمن المستهلك أن قد تصنيع تنفذ هذه الممارسات بالشكل الجيد سؤال من السيد طارق متى لا يكون ضروريا ما هي المعلومات غير الضرورية بشأن مسببات الحساسية على على العلامات عندما لا يكون مسبب الحساسية خطرًا على المستهلك؟ وهذا ما تناولته كودكس في حقيقة الأمر في النص الصادر بشأن المكونات هناك مواقف التي يمكن فيها تستخدم بعض المكونات التي لها احتمال حساسية. ولكن الجزء الذي استخلصته لا يحتوي على البروتين الذي من المفترض أن يؤدي إلى رد الفعل على سبيل المثال الزيوت المستخلصة من فول السوداني وكذلك نفس الأمر مع بعض المكونات مثل المالتي التي تستخلص من الدقيق ولكن هناك السكر كأحد البضائع ونتيجة لذلك ليس من المفترض أن يؤدي إلى رد فعل نرى هنا هناك فوارق بين المواد التي حددت كمسببات الحساسية وتعتمد على طريقة استخدامها في الأغذية ربما تكون هناك مواقف حيث أن الإعلان نفسه لن يكون مفيدا في حقيقة الأمر هنا يمكن أن نقول أنه حتى عبر الإعلان ربما يؤدي إلى نتائج سلبية على مستهل على مرضى الحساسية لأنه يقلص من خياراتهم الغذائية. سؤال آخر من الحاضرين هل تتسبب زيوت الصويا في الحساسية؟ زيوت فول الصويا عندما يتم تكريرها بشكل عالي لا تؤدي إلى حساسية. على سبيل المثال، لليثتنس، هنا وفقًا للقوانين الكندية، لليثتنس تحتوي على بروتين. ونتيجة لذلك، هناك إلزام للإعلان عن وجود هذا المكون. استمرارًا لهذا السؤال، هل الصويا الآن تعتبر مسبب حساسية وفقا للـ FAO WHO وقد أزالوها بالفعل هاتين الجهتين وجهة النظر العالمية وبعد تبني هذا النص من جانب المفوضية أتمنى في الشهر القادم أن تكون القائمة تم تعديلها بالكامل في هذا الشأن فبالتالي الصويا لن يكون أحد مسببات الحساسية ولكن سوف يكون له طابع إقليمي فقط. سؤال آخر هل هناك برامج توعية بشأن حساسية الأغذية التي تصل إلى أكبر قطاع من المجتمعات العربية؟ أعتقد أن هناك بعضاً منهم. هذا ما نتمنى في المساهمة فيه من خلال كودكس. على سبيل المثال من خلال ندوات على الانترنت والترجمه الى العربيه سوف تكون متاحه خلال هذه الندوات وفي مجتمع علوم تنظيم الغذاء نحن بادرنا بهذه المبادرات مع بعض الجهات العربيه بشان اداره الجلوتين ومسببات الحساسيه وهذه المبادرات التي حققناها سويا ونتمنى ان نستمر في العمل والتعاون مع جهات التصنيع في هذه المنطقه من أجل نشر هذه الإرشادات وكذلك لتطوير ووضع برامج مخصصة وأدوات مخصصة تتناول إح... هذه الاحتياجات بما في ذلك من وجهة النظر اللغوية أعتقد أنك تبلي عملا رائعا في المنطقة العربية من خلال جي فورس لقد حصلنا على الكثير من المعلومات و حصلنا على وجهة نظر رائعة وخبرات جلية بشأن تقييم المخاطر ودكتور سيلفيا كانت أحد المعلمين الأساسيين الملهمين في هذا الشأن وأعطتنا وجهة نظر رائعة وخبرات كبيرة بشأن مسببة الحساسية نحن ممتنين لكل هذه المعلومات وعلى جهدكم القيم سؤال اخر هذه المعلومات جميعها سوف تكون متاحه ومسجله على الموقع الالكتروني للجي فورس اعتقد بهذا هذا كل ما لدينا يمكن ان نختم نود أن نتوجه بالشكر لكل المتحدثين السيدة بياتريس وبروفيسور سامويل ودكتور سيلفيا لكل هذه المعلومات القيمة ووجهات النظر ومعلوماتكم في غاية القيمة ومثرية لقد جمعناها جميعها في هذه الندوة على الإنترنت وكان شكرا جزيلا لحضوركم وأتمنى أن تستفيدوا من هذه التفاهمات بشأن أهمية إدارة مخاطر مسببات الحساسية الأغذية شكرا لكم مرة أخرى شكرا لكل الخبرات التي طرحت وشكرا لكل من شارك معنا وكل من تفاعل معنا هذا العرض سوف يكون متاحا على موقع الإلكتروني للجي فورس في القريب العاجل و... وهذه الجلسة مسجلة باللغة الإنجليزية والعربية على قناة اليوتيوب للجي فورس نتطلع لرؤيتكم مرة أخرى في جلسات تالية في الحادي عشر من نوفمبر حيث سيكون الموضوع طرق التحليل لدعم الشهادات الحلال للأغذية شكرا لكم جزيلا نتمنى لكم وقتا رائعا Collaboration and science as pillars. Team Force, we aim for bigger. Team Force, together.